مباراة القادمة لفريق مولدية الجزائر أمام فريق أولمبيك أكبو في الجولة السادسة من الدوري الجزائري لكي تُشيد المباراة مع لافت المبارا اللطافة في السر ملعب المصطفى لهذه المباراة ملعب ستاد 5 جويلي 1962 توقيت المباراة سوف يكون في تم الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والإمارات سوف تنقل المباراة عبر قناة الجزائري السادسة وسوف تلعب يوم 24 10 2024 نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم في موعد قادم